تجربة اجتماعية اليوم رح نساويها بالشارع، رح نحاول فيها انه نعرض هذا الكتاب اللي غالي على قلبي للبيع ب 5000 ليرة، ويكون المبلغ جواته يعني فعليا اللي حيشتري الكتاب رح يكون هدية منا لإله. رح نشوف شو حيصير معنا. مرحبا، كتاب كتير حلو. تشتروا كتاب كتير حلو؟ اي انا قاريه كتير حلو. نصيحة، مرحبا، الك مرأة بالقراية؟ لا والله. تشتري هالكتاب بس ب 5000؟ مرحبا عم، الك مرأة بالكتب؟ لا والله. تشتري طيب الكتاب 5000 ورقة بس؟ يعطيك العافية عم. شلونك بالقراية؟ والله ما بعرف اقرا. ما بتعرف تقرا؟ تشتري هالكتاب 5000 بس؟ 4000. شو رايك بالقراية؟ تشتري هالكتاب 5000 بس عم بيعه. مرحبا مدام، شو رايك بالقراية؟ تشتري هالكتاب الحب في زمن الكوليرا. عن جد؟ قاري انت؟ حلو؟ شلونك عم؟ شو رايك تشتري هالكتاب؟ كثير حلو. انا قاري 5000 ورقة عم بيعه. هو حقه اغلى بالسوق والله. مرحبا عم، تشتري هالكتاب مني ب 5000 ليرة؟ الحب في زمن الكوليرا، شو جبنا فيه؟ هذا كثير حلو. هذا لجابرييل ماركيز. مرحبا، تشتري هالكتاب مني ب 5000 ليرة؟ طيب ممكن اراعيك واعطيك اياه باربعة. 2000 تشتري حضرتك؟ 1000. طيب خذوه ببلاش. عم بيع ب 5000 ليرة، تاخذه؟ عن جد اريانو؟ لا لسه. طيب ليش ما قريته؟ عم بيع هذا الكتاب ب 5000 ليرة، تشتري؟ ايش بخمسة يعني؟ طيب الك أربعة. ايش بأربعة؟ طيب ثلاثة. معلش شو؟ لا طبعا. حط فيه حقه عشان اكون هديتك اياه ببلاش. تعطيني حقه خمسة ولا لا؟ لا بس انا استغربت من الفكرة. مرحبا، تشتري هالرواية مني ب 5000 ليرة؟ عم يبيعوها برا ب 10 و15. ممكن احسب لك اياها ب 4000. شو رأيك؟ 3000. وبعد ما مضي أكثر من ساعة وأنا ما عم بقدر بيع الكتاب، نادت لي هي الخالة اللي كانت عم تراقبني طول الوقت لتعرض علي مصاري وتقلي مشي حالك فيهم لهدون، الكتاب لا تعذب حالك ما رح تقدر تبيعه. أريانا لمين هو؟ لا جابرييل ماركيز. ماركيز؟ شو رأيك؟ والله هو كاتب محترم. برافو عليك. اتفقنا؟ نو ون مينت. فيه مصاري كمان. مزبوط، فيه حقا. هاي هدية إلي هاي؟ الله يسعدك. لا أنا راح أخذ الكتاب بس بدون المصاري. طيب أنا موافق. شكرا. مبروك. هيا يسلموا. ولو. بعد جهد قدرت إني بيع الكتاب بعد ما توصلت لاتفاق مع أحدهم وأخذه. بدي أقول له مبروك عليك، قراءة كتير حلو. بنعرف اليوم انه السوشيال ميديا سيطر على حياتنا، وبنعرف انه ضغوطات الحياة كتير كبيرة علينا، بس مو معقول انه لهالدرجة ما يكون الكتاب في له مطرح بحياتنا.